السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، نرحب بكم في مدارس الإدريس الأهلية بدرس اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي. اليوم نبدأ درسنا مثل ما علمتكم سابقا، إنه عندنا جدول حروف. جدول الحروف نتعلم به الحرف والساون للحرف وأيضا الإكزام. سوينا جدول بالحروف السابقة، حرف الـ A B C D، وصلنا إلى حرف الـ T. راح نبدي بالحرف، بعدين ننطي صوت الحرف، بعدين ننطي مثال على كل صوت بهذا الحرف. أول حرف هو حرف الـ T، letter T، capital T and small T. Sound the letter T, te, the, fe, te, the, fe, sound. Okay, example, on this sound, te, tree, te, tree. مثل ما تلاحظون هنا, the letter te is pronounced T, T, tree, tree. Okay. Sound the. The. For example, there. There. هنا the letter T ويا حرف ال H انطانا صوت the. The. ويا حرف ال H مو واحدة. إذا واحدة ينطينا صوت T. إذا مع حرف ال H ينطينا صوت the. فصار عندنا there. عندنا بهاي الكلمة E في نهاية الكلمة، مثل ما علمتكم الـ E في نهاية الكلمة تكتب ولا تنفض. There. There. الـ E لا تنفض. صوت الث. ث. مثل كلمة three. Three. T-H انبطنا صوت الث. Three, three. فهسه عرفنا the letter T عنده صوت T, the, the. T, three. The, there. T, three. Okay. زين. الحرف الثاني U capital, U small. Sound on this letter A. A. مثل كلمة umbrella. Umbrella. هنا مثل ما تلاحظون حرف اليو انطانا صوت الأ لفظنا umbrella. Okay. The letter V. V capital, V small. Sound نفس اللتر مثل ما لفظنا اللتر الزبضون الساوند ذا ذا مثل كلمة فان فان مثل ما علمتكم إنه حرف الأي انطانا صوت الأ فا إن فان. طلابنا الأعزاء تقدرون تتهجون الكلمة مثل ما تقرون بالعربي وتقدرون تحفظوها، مثل ما هسه قدامكم كلمة فان يعني تهجوها وتقدرون حتى تكتبوها فان إن فان. Okay. The letter W. W capital, W small. زين. Sound on this letter U. U. مو U وإنما U. مثل for example window. Window. مثل ما تلاحظون هنا W انطقنا صوت ال W. W. Window. Okay. The letter X. X capital, X small. إن هذول الأحرف الأخيرة هم متشابهين. Sound and capital. Sound X. Sound X هو نفس الحرف. يعني ما عنده صوت ثاني. مثل ما تلفظون الحرف تلفظون الساوند مالته. For example, X-ray. X-ray مثل أشعة. أشعة معناها
اكس رايت. حرف واي، واي كابيتال، واي سمول. ساوند اون ذيس لتر واي يي، مو اي وانما يي. مثل كلمة يو 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 يعني يي او يو يي او يو، صارت يو يو. شوفوا طلابنا مثل ما تلاحظون اكو كلمات سهلة، مجرد ما تتهجوها وتلفظون صوت الحرف الصحيح تقدرون تكتبون الكلمة. آخر حرف عندنا حرف الزي، زي كابيتال آن زي سمول. ساوند زد زد، مثل كلمة زيبرا زيبرا. أيضا هذا حرف الزي سهل، مثل ما هو لتر زي ساوند زد، مثل كلمة زيبرا وليس السي وإنما نقرأ زيبرا. هذا طلابنا الحلوين، نكون هسه كملنا جدول الحروف، أتمنى تنقلوه بالدفتر وتكملوه عندكم. هسه تلاميذنا الأعزاء مثل ما وضحنا جدول الحروف letter sound example، هسه نعرف شلون نكتب الحرف على الخطوط الإنجليزية. حرف التي كابيتال نكتبه من الخط الأعلى والخطوط بالمنتصف، ما يصير نكتب على الخط الجوي. تي كابيتال، تي سمول نكتبها بس ما توصل للخط الأعلى. طبعا أنا مستنسخت لكم ورقة، أتمنى كلكم كارسيها في كتاب الإنجليزي، إنه كيفية كتابة الأحرف على الخطوط الإنجليزية. تي كابيتال، تي سمول، مثل كلمة تري تري، تبو كلها حروف سمول، فوين نكتبها؟ على الخطوط الصغيرة. ليش؟ لأن هي حروف صغيرة سمول. زين، حرف اليو، يو كابيتال، يو سمول، نفس الحالة الحروف الكبيرة تصعد للخط الفوق، الحروف السمول على الخطوط السمول يو. مثل ما نلاحظ كلمة أمبريلا، أمبريلا شوفوها كلها حروف سمول، إذا تكتب على الخطوط السمول بالوسط. V كابيتال، V سمول، V كابيتال نكتبها من الخط الفوق إلى الخطوط الوسط. الخط الجوي قلنا ما نكتب عليه، بس حروف استثنائية مثل ما علمتلكم إياها. V سمول بالخطوط الوسط مثل كلمة فان، تبو كلمة فان كلها حروف سمول تنكتب على الخطوط بالوسط. ما تكتبون حرف صاعد، حرف ينزل، ما يصير ماما، بما انه هي كلها حروف سمول تكتبون على الخطوط بالوسط. نجي حرف الدبليو، قلنا اللفظة و، مثل كابيتال دبليو كابيتال اند دبليو سمول. شوفوا كابيتال كتبه من الخط الاعلى والخطوط الوسط، دبليو سمول فقط على الخطوط الوسط. اكس نفس الحالة من الخط الأعلى والخطوط الوسط، والسمول فقط على الخطوط الوسط. هسه حرف الواي، حرف الواي حرف مختلف عندنا تبون، يبدي من الخطوط الأعلى، خط الأعلى والخطوط الوسط، تمام؟ كابيتال واي، كابيتال واي، بس سمول واي لا يختلف، نكتبه من الخطوط الوسط وننزل للخط الجوي، تمام؟ هذا الحرف مختلف، هذا الحرف ينكتب للخط الجوي ينزل، ليش؟ هو سمول، فنكتب من الخطوط الوسط إلى الخط الجوي. حرف الزي اللي هو آخر حرف بالحروف الإنجليزية، زي كابيتال من الخط الأعلى والخطوط الوسط، آن زي سمول فقط بالخطوط الوسط. أتمنى هسه عرفتوا شلون نكتب الحروف على الخطوط الإنجليزية. هسه طلابنا الأعزاء نبدأ في درسنا يونت 1 لسن 6 on page 16. يتكلم هذا الدرس عن أيام الأسبوع days of week. أيام الأسبوع مثل ما تعرفون سبعة، ودائما نكتبهن على السبورة
فالمفروض تعرفون الشيء اللي نكتبه على السبورة شنو يعني. أول يوم Sunday، أحد Sunday. الكلمة إذا صعبة عليكم تقدرون تسووها مقطعين Sunday. كل كلمة من أيام الأسبوع راح تلاحظون تنتهي بكلمة day. أوكي، Monday الاثنين، Tuesday. مثل ما جاي تلاحظون إنه كلمة day مع كل كلمة. Wednesday، Thursday. TH هنا لفظناها ث، مثل ما هسه شرحت لكم إياها بصوت الث، ث. Thursday. الجمعة Friday. And أخيرا سبت Saturday. Saturday. فهذول طلابنا أيام الأسبوع سبعة. المطلوب من عندكم تكتبوهن بدفتر اللغة الإنجليزية. هسه نعرف إنه أيام الأسبوع شلون نتحدث عنهم. نتحدث عنهم عن شلون نربط أيام الأسبوع. نتحدث عن طريق أدوات الربط. عندنا باللغة الإنجليزية أدوات ربط conjunctions. أدوات ربط تربط في الجملة باللغة الإنجليزية. أداة الربط الأولى first معناها أولا. إذا عندنا جملة نريد نحكي مثلا نربط نقول first أولا. ثانيا then، نستخدم then. ثم وأخيرا after that معناها بعد ذلك. شلون يجون ذولا بالامتحان؟ أحط لكم إياهن بين قوسين. من ذول تشوفوهن مو بالتسلسل، أنتوا راح تعرفون التسلسل الصحيح مالتي first then after that. هسا عرفنا conjunctions أدوات الربط. هسا نعرف question mark. question mark يعني أدوات الاستفهام، مثل what. what أداة استفهام بمعنى ما، وتستخدم للسؤال عن أيام الأسبوع. إحنا درسنا هو أيام الأسبوع، فلازم نعرف شلون نسأل عليهم. نسأل عن طريق أداة الاستفهام what. what الـ H هنا مثل لفظ الـ W، لفظناها who، صارت what. what آخرا عندنا حرف الجر on. on وهسه نعرف ويانا نستخدمه. يستخدم قبل أيام الأسبوع. يستخدم قبل أيام الأسبوع. هسه نعرف شلون. عندنا جملة مثلا What's on Tuesday. What's عرفناها أداة استفهام. هاي الاس هسه تسألون ليش هنا اكو فارزة؟ مثل ما علمتكم هاي is. اختصرنا الحرف العلة I، حطينا فارزة صارت what's on، أخذناها حرف الجر اللي تستخدم قبل أيام الأسبوع. مثلا Tuesday what's on Tuesday question mark سؤال. ليش؟ لأنه عندنا أداة استفهام اللي هي what. الجواب راح يكون باستخدام أدوات الربط اللي تعلمناها. First it's math، أولا الرياضيات. يعني شنو؟ عندنا يوم الأربعاء، عندنا الرياضيات. Then it's English. Then it's English. ثم الإنجليزي، يعني درس اللغة الإنجليزية. After that it's PE. After that it's PE. فانتبهوا لي هنا المهم بهاي الجملة كيفية استخدام أدوات الربط first then after that. إذا جبت لكم بالسؤال بين قوسين ما متسلسلات، انتو شو تسوون؟ تستخدمون أول شيء first، بعدين then، آخر شيء after that. After that. هسه
هسه تلاميذنا الأعزاء خلصنا درسنا لهذا اليوم، أتمنى تكونون استفاديتوا وتحضرون واجبنا هو كتابة أيام الأسبوع بالدفتر، وأيضا لا تنسون جدول الحروف. إلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله.